واس بغيت نشعل عندك بعضيه معركة تعقد معركة إيطالية والمحاصن الشرعي تسريقية وطنية إيطاوي وخديت الباك بالمونسيون وخديت الباك بالمونسيون وخديت الباك بالمونسيون وخديت وها ولدك في سويسري وها ولدك في سويسري وتعليمي تعليم علي وتعليمي تعليم علي السلام عليكم. المهم هذا النهار حنا تجمعنا كطلبه وخريجين وممرضين مشكلين التنسيقيه الوطنيه باش نهضروا على بزاف المطالب اللي مهضومه واللي الوزاره كتنهج واحد السياسه للاذان الصماء. كممرضين وكطلبه ممرضين كنحاولوا اننا نوصلوا الصوت ديالنا بتشكيل هذه المسيره الليليه على ضوء الشموع. المطلب الاول اللي هو كنرفضوا التعاقد بجميع الاشكال ديالو. كيفاش هو التعاقد؟ التعاقد كيف ما عارفين ان الوزاره كتحاول تعدل التعاقد بطريقه غير مباشره بحيث انها كتعمل ادماج ديال الخريجين مع كنرفضوا هذا الشيء. هذا حيت كيف ما عارفين ان الخريجين ديال المعاهد العليا للمهن التمريض وتقنيه الصحه اللي هما الممرضين كيقوموا بواحد التكوين اللي صعيب. يعني كندخلوا لهذا المعهد هذا بالباك اللي كيكون عندنا باك علمي افيك مونسيون كنقراو واحد 3 اللي فيها ستاج وليكور وجميع انواع العذاب بهذا المعنى هذا. ففي الاخر كنتفاجئوا انه الاخر كنتفاجئوا انه كيجيو وكيخدموا معنا وحدين اللي هما خريجين معاهد المدارس الخاصه اللي للاسف ما كيكونش عندهم واحد التكوين لدرجه ان شي وحدين ما عندهمش حتى الباك. يعني كيكون عندهم واحد المستوى اعدادي. في الاخر كنلقاوهم انهم كياخذوا لنا لي بوست ديالنا. كيفاش كياخذوا لي بوست ديالنا؟ هو اننا حنايا كنحاولوا ما امكن اننا نخدموا في المجال الحضاري وللاسف كنلقاو راسنا خدامين في المجال القراوي حيت البلايص ديالنا في المجال الحضاري كيديهم بكل بساطه. حنا ماشي ضد هاد الناس هادو. حنا فقط كنبغيو انه تكون تكافؤ الفرص. حنا قرينا في المجال في القطاع العمومي دونك من حقنا نخدمو في القطاع العمومي وبلاصتنا خاصة تبقى هي بلاصتنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.